الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله هنبدأ محاضرتنا عن الإي سي جي. والإي سي جي كمحاضرات هنبدأ أول ثلاث محاضرات وراء بعض هيبقوا عن البرنسبلز أوف ذا إي سي جي. يعني إيه البرنسبلز أوف ذا إي سي جي؟ يعني أنا عايز أفهم هو الاي سي جي ده ازاي وتعامل ازاي، والورقه بتمشي ازاي، والرسمه اللي بتطلع لي على الورقه دي في الاخر اخبارها ايه. لازم نسمع الثلاث محاضرات ورا بعض بنفس التسلسل. علشان ايه؟ لان ما اعرف المحاضره الاولى هيتبني عليها الثانيه، هتتبني عليها الثالثه. ما ينفعش اجي اسمع المحاضره الثانيه واسيب المحاضره الاولى، لان كده مش هيبقى الامور مسلسله بالطريقه اللي تفهمنا الموضوع. طيب مين اللي هيستفيد جدا من محاضرات رسم القلب دي؟ اول حاجه هيستفيد منها كل دكاتره القلب والعنايات المركزه. طب مين تاني هيستفيد من المحاضرات دي بجد؟ كل التخصصات هتستفيد من المحاضره دي. ليه كل التخصصات؟ هحكي لكم. انا في يوم قاعد في العياده طب عليا استاذ في امراض النساء، بعدين قال لي يا دكتور انا امبارح بالليل كنت في عملية قيصرية وتنشنت شوية، جالي وجع في صدري. بعد ما خلصت قمت مريح في الاستراحة، شارب سيجارة وعامل رسم القلب ده. قلت لهم يا أولاد أنا عندي وجع في صدري وعملت رسم القلب. وروحت نمت وكنت متضايق شوية بالليل، وقلت خلاص الصبح بقى هبقى أقابل حد من الزملاء. وجالي تاني يوم بالليل في العيادة بعد مرور 20 ساعة. ببص عملت كشفت عليه، عملت له رسم قلب تاني، لقيت عنده جلطة في الشريان التاجي الأمامي. قلت له وريني رسم القلب اللي عملته امبارح. فبصيت في رسم القلب اللي هو عمله امبارح، لقيت فيه كانت بدايات الجلطة بتاعت الشريان التاجي باينة وواضحة للعيان. معناها الكلام ده ايه؟ معناها ان 18-20 ساعة تأخير ضاعت على الدكتور فرصة تذويب الجلطة بالثروبوليتك ثيرابي، ضاعت فرصة البرايمري بي سي اي، وهنبدأ نتجه بقى ل يعني تريتمنت ويتش مايت نوت بي افكتيف. يعني الفرصة الذهبية تو بريزيرف الليفت فنتريكولار فانكشن، تو سلفج المايوكارديوم، تو ريفاسكولاريز الفيسل، تري اوبن ذا اوكلودد فيسل، ضاعت. وضاعت على مين؟ على دكتور. لو دكتور قاري اي سي جي واخد باله من اي سي جي يمكن ما كانش حصل له الكلام ده. قس على ذلك بقى كل تخصصات كتير. انا كجراح النهارده داخل اعمل مراره المريض بتاعي وعمل اي سي جي، لازم ابص فيه الاقي بعض الابنورماليتيز الاساسيه جدا، اقدر اعرفه واقول لا انا بقى في ده قبل ما يدخل التخدير انا هعمل له راي دكتور القلب يقول لنا فيها ايه، علشان نطلع في الاخر بالمريض بتاعنا معالج احسن علاج. طيب اي تخصص بقى في الاخر، انت في الاخر كجراح هتودي الدكتور هتودي مريضك للتخدير. جراح بكل تخصصات الجراح لازم يبقى عنده فكره اساسيه اساسيات الاي سي جي ايه. يبقى انا كده بعمل عمليتي وبخرج انا في امان ومريضي في امان. يبقى محاضرات رسم القلب، محاضرات الاي سي جي، لازم كل طبيب في كل تخصص ياخد فكره عنها، ولازم يبقى عنده بيزك نوليدج لازم يعرفه، ولازم تتوفر لديه هذه المعلومات. الاي سي جي من الموضوعات السخيفه في قرايتها وفي تصورها وفي الانتربريتيشن بتاعها، لكن اعتقد ان شاء الله ان احنا في المحاضرات اللي جايه دي هنقولها بطريقه سيمبل قوي اي حد يحبها واي حد ان شاء الله يقدر يعرفها. هنبدا اول المحاضره، وما تنسوش ان احنا نسمع المحاضرات بارت 1 يلي بارت 2 يلي بارت 3 في البيزكس او البرنسبلز اوف ذا اي سي جي. وبالترتيب ده لازم تتسمع عشان افهم الموضوع على بعضه وعشان اكمل الموضوع على بعضه. النهارده زي ما اتفقنا هنبدا بارت 1 في البرنسبلز اوف ذا اي سي جي، وبارت 1 از فولود باي بارت 2 اند بارت 3 برنسبلز اوف ذا اي سي جي. We have to listen and watch part 1, then part 2, then part 3 in sequence to
to be able to understand the whole thing. First of all, ايه الكوندكشن سيستم بتاع الهارت؟ انا عندي الكوندكشن سيستم بتاع الهارت، انا عندي هنا بيس ميكر اللي هي الاس اي نود which is the pacemaker، وبعدين عندي انتر نودال فايبرز، وعندي انتر اتريال فايبرز، وبعدين عندي الاي في نود، والاي في نود بيحصل سام فيسيولوجيكال ديلي للكوندكشن هنا، وبعدين عندي الهيس باندل او الباندل اوف هيس، باندل اوف هيس في الصامت اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم بتنقسم الى رايت برانش، رايت باندل برانش، ودي ماشيه لي على الرايت بوردر اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم، وليفت باندل برانش وده بيمشي لي على ليفت بوردر اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم. الليفت باندل بتنقسم الى ليفت بوستيريور فاسيكولار فاسيكل وليفت انتيريور فاسيكلز. بعدين التو باندل برانشز دول بينتهوا لي ببركنج فايبرز. البنكرج فايبرز دي بتنتشر في كل المايوكارديا، وسرعه انتشار الالكتريكال اكتيفيتي ثرو ذيس سبيشالايزد كوندكشن سيستم الاوز سيمالتينيوس depolarization and the activation of both atria at the same time then both ventricles at the same time زي ما هنشوف في المر السلايدز اللي جايه دي. السلايدز دي عباره عن ايه؟ اول حاجه انا عندي الاس اي نود طلعت البيس ميكر، بيس ميكر طلعت الامبلس، الامبلس دي استيميوليتد بوث اتريا ات ذا سيم تايم، ذن ذا اكسيتيشن ويف سبريدز تو ذا اي في نود، ذير از سم فيسيولوجيكال ديلي ان ذا اي في نود تو الاو فور ذا اتريال كونتراكتيليتي تو اوكير، لان انا عندي الاي سي جي عباره عن الكتريكال اكتيفيتي فولود باي ميكانيكال كونتراكشن، فالالكتريكال اكتيفيتي اوف دي بولارايزنج ذا اتريا از فولود باي اتريال كونتراكشن، ذاتس واي ذير از سم ديلي ان ذا اي في نود فور ذا اتريا تو الاو ذا اتريا تو كونتراكت اند امتي ذا بلاد فروم ذا اتريا انتو ذا فنتريكلز بيفور كلوزنج ذا ميترال اند ذا تريكاسبيد فالف. يبقى انا عندي سم فيسيولوجيكال ديلي في الاي في نود، وبعدين الاكسيتيشن ويف سبريدز بعد كده للهيس باندل والبروكسيمال بارتس اوف ذا باندل برانشز رايت اند ليفت، وبعدين يحصل ستيميوليشن للانتر فنتريكولار سيبتم فروم ليفت تو رايت. دي معلومه مهمه جدا ولازم نفتكرها، ذا سيبتم از اكتيفيتد فروم ليفت تو رايت، ده هيقبله رول في الانيشيشن اوف ذا كيو ار اس كومبلكسز في البري كورديال ليدز، ولما يحصل باندل برانش بلوك هيقبله افكت على الاي سي جي باترن بتاعنا. بعد ما يحصل السيبتال اكتيفيشن فروم ليفت تو رايت ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ذا باندل برانشز اند بيركنج فايبرز تعمل سيمالتينيس اكتيفيشن اوف بوث فنتركلز ات ذا سيم تايم، واخر بارت خالص يبقى اكتيفيتد ان ذا مايوكارديوم هيبقى البيز اوف بوث هارتس، وبعد كده تبدا الريبيتيشن بتاعه القصه دي تاني، وتبدا الكاردياك سايكل دي تاني كالكتريكال اكتيفيتي ليدنج تو ليتر اون تو ميكانيكال كونتراكشن. يبقى ده ازاي الاي سي جي بتاعتي او ازاي الالكتريكال اكتيفيتي بتاعتي انيشيتد اند بروباجيتد، انيشيتد في الاس اي نود اند بروباجيتد اكروس ذا سبيشالايزد كوندكشن سيستم. طيب ايه القصة بقى بتاعتي انا في الاخر؟ انا بجيب المريض بتاعي وشفت فيه الكتريكال اكتيفيتي موجودة جوه الهارت، انا عاوز اعمل تسجيل للالكتريكال اكتيفيتي بتاعتي دي عن طريق اجهزة وملفات ودوائر كهربائية وغيره وغيره، عشان تنتهي لي في الاخر برسم امسكه في ايدي، من هذا الرسم اقدر اعمل اسيسمنت للالكتريكال اكتيفيتي ذات اوكيرز ان ذا هارت. طبعا الاجهزه دي فيها ديتكشن واوجمنتيشن وليها نظام معقد قوي مش موضوعنا ان احنا نخوض فيه. لما اجي النهارده اقول الكتروكارديوجرام اللي انا خدته ده، كلمه الكتروكارديوجرام يعني ايه؟ مش انا فهمت قلت ان انا باخد الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت اند ريكورد ات ان ا بيبر، ده الكترو يعني كهرباء، كارديو يعني هارت، جرام يعني رسم، يبقى الكترو كارديوجرام
هو ريكوردينج ذا ريكوردينج او جرامينج او جرافينج ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت. ادي كلمه الاي سي جي المعنى بتاعها باللاتيني الكتروكارديوجرام، يعني الكترو يعني هارت، الكترو يعني الكتريكال، كارديو يعني هارت، جرام يعني رسم. يبقى رسام القلب الكهربائي او تسجيل نشاط القلب الكهربائي. انا لما اجي النهارده اعمل اي سي جي لازم ابقى مدرك من اول دقيقه ان انا عندي بيز لاين اسمه الايزو الكتريك لاين اللي ماشي ده، ايزو الكتريك لاين. الايزو الكتريك لاين ده في ويفز اباف ذيس ايزو الكتريك لاينز، الويفز دي اسمها بوزيتيف ويفز زي البي زي الار زي التي، وفي عندي ويفز بلو ذا ايزو الكتريك لاين والويفز دي اسمها نيجاتيف ويفز زي كيو وزي الاس، ويجي الكلام عن الحاجات دي بالتفصيل بعد كده. طيب ازاي انا اسجل رسم القلب؟ انا بسجل رسم القلب لما اعمل اي سي جي اسمه ال 12 ليد سيرفيس اي سي جي. يعني انا بعمل الكتروكارديوجرام من على السيرفيس اوف ذا بودي وبسجل ستاندرد 12 ليد اي سي جي. اسجل الستاندرد 12 ليد اي سي جي دول بتوعي بيتقسموا اسمين، في حاجات اسمها ستاندرد ليدز وفي حاجات اسمها بري كورديال ليدز. بري يعني ان فرونت اوف، كاردياك يعني هارت، ليدز يعني الليدز اللي هو الكابلات او الالكترودز. يبقى لما اقول بري كورديال ليدز لازم ابقى عارف ان انا بسجل 6 تشيست ليدز او بري كورديال ليدز، ودي لها مكان ثابت لازم اتاكد منه بالظبط. في 1 لازم احطه فين؟ في الفورث انتركوستال سبيس على الرايت استرنال بوردر. في 2 فورث انتركوستال سبيس على الليفت استرنال بوردر. في 4 في الميد كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس. في 3 ان بتوين في 2 اند في 4. بعد ما جيت في 4 في الفيفث انتركوستال سبيس امشى بقى في 5 في الفيفث انتركوستال سبيس في الانتيريور اكزيلري لاين، في 6 في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد اكزيلري لاين. يبقى دول تشيست ليدز وثابته وهذا المكان ثابت. ارجوكم ما تسيبوش البنات الصغيرين اللي لسه ما تعلموش في الرعايات المركزه يعملوا الاي سي جي هابهازارد لكده، تحط الالكترود هنا تحط الالكترود هنا تحط الالكترود هنا. ايه بقول بقى التشيست ليدز دي لازم تتوضع مكانها؟ ارجوكم ما حدش يستهتر في الكلام ده خالص. انا بعمل العيان عن تشيست بين اي سي جي وبعد شويه بيتنقل من المستشفى، بشك ان في اس تي سيجمنت تشينجز، بنقله المستشفى ثانيه، المستشفى الثانيه عملوا الاي سي جي وحطوا التشيست ليدز دي في اماكن مختلفه عن الاولانيه، فطبعا بالتاكيد الالكتريكال اكتيفيتي محصله الالكتريكال اكتيفيتي ظهرت هنا غير هنا، هنا غير هنا، هنا غير هنا، هتختلف. فبالتاكيد لو انا غيرت البوزيشن اوف ذا تشيست ليدز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الاي سي جي الاولانيه هتبقى غير الثانيه. لما يكون عيان عنده تشيست بين انا هاخد القرار ده في دايناميك اي سي جي تشينجز، يعني رسم القلب ده غير رسم القلب ده، يبقى العيان ده ديفلوبنج اكيوت كورونري سندروم، وقد تكون المشكله الرئيسيه الوحيده هي الالكترود بوزيشن مش نفس الالكترود. فانا عشان اقول العيان ده عنده دايناميك تشينجز في الاي سي جي ولا لا، وخاصة للبريكورديال ليدز، يبقى لازم اكون حاطط الاي سي جي السيريال اي سي جي بتاعتي كلها في نفس المكان. عشان اقول لهذا المريض حصل له امبروفمنت والاست سيجمنت نزلت ولا ما نزلتش، لازم تكون في نفس الليد. لو قلت العيان ده حصل له اكستنشن اوف انفاركشن، يبقى لازم اكون حاطط دول في نفس الليدز، الليدز دي في نفس البوزيشن. لو حصلت قلت ان المريض ده ري انفاركتد اجين اثناء قيامه في العنايه المركزه، يبقى عشان احكم على الكلام ده بحكم عليه من اي سي جي تشينجز، يبقى لازم البريكورديال ليدز دي تكون محطوطه في نفس المكان. وعشان كده بنقول ان it is a usual practice once the patient with acute coronary syndrome enters the CCU put marks in the chest lead position، عشان تضمن ان كل مره لما الاي سي جي يتعمل هيتعمل في نفس الاماكن دي، واي changes من اي سي جي للتاني من ساعه للتانيه من يوم للتاني هيبقى true changes and it is not due to positional changes. ارجوكم خدوا بالكم الحكايه دي لانها بتؤدي الى اخطاء كتيره قوي، وعايزين نتجنب الاخطاء دي ان شاء الله.
عرفنا دلوقتي اهميه البوزيشن اوف ذا 12 ليد والبوزيشن بتاعها ايه. طب ليه 12 ليد؟ اشمعنى 12؟ to be able to look at and assess the electrical activity of the heart from different angles and different directions وابدا اعرف كل حاجه بالظبط. طيب ايه هم الستاندرد 12 ليد اي سي جي دول؟ الستاندرد بتوعي انا عندي 6 ستاندرد ليدز وعندي 6 تشيست او بري كورديال ليدز. ال 6 ستاندرد ليدز 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف و 6 تشيست ليدز او بري كورديال ليدز هم في 1 2 3 4 في لحد في 6 وعرفنا البوزيشن بتاع اللي فاتوا دول. طيب هل ال 12 ليد اي سي جي ده انا بقول عليها ستاندرد عشان دول ال 12 ممكن يكونوا اكتر من كده؟ طبعا ممكن يكونوا اكتر من كده. انا قلت في 3 هي محطوطه فين؟ محطوطه في الفورث انتركوستال سبيس ان بتوين في 2 اند في 4 على الليفت سايد. لو خدت نفس البوزيشن ده على الرايت سايد يبقى انا في 3 ار. طب قلت في 4 الطبيعيه بتاعتي انا باخدها فين؟ باخدها في الميد كلافيكولار لاين في الفيث انتركوستال سبيس في الليفت سايد. لو خدت الميد كلافيكولار لاين في الفيث انتركوستال سبيس على الرايت سايد بقى في 4 ار وفي 5 ار وهكذا. امتى بعمل الحاجات دي؟ لو انا ما عندي عيان عنده ديكستروكارديا عمري ما هشخصه في الاي سي جي غير لما اعمل دول. لما يكون عندي عيان عنده انفيريور مايوكارديال انفاركشن عايز اعرف عنده رايت فينتريكولار انفاركشن ولا لا لازم اعمل في 3 ار وفي 4 ار وفي 5 ار علشان اقدر اعرف. يبقى انا ممكن اخد اكسترا ليز عشان تساعدني في التشخيص لازم. يبقى في 3 ار وفي 4 ار وفي 5 ار اللي هي نفس البوزيشن بتاع 3 وفي 3 و4 و5 لكن على اليمين ديت كلها بتفيدني ولازم اعملها في اي عيان انا شاكك ان عنده ديكستروكارديا او في اي عيان عنده انفيريور انفاركشن وانا شاكك انه يكون عنده رايت فينتريكولار انفاركشن. طيب انا قلت في 6 دي في الميد اكزيلري لاين في الفيفث كوستال سبيس. طيب ممكن في 7 او 8 او 9 لو انا رحت بقى في البوستيريور اكزيلري لاين وبعدين في الميد اكزيلري لاين وبعدين في الميد لاين بوستيريورلي يبقى انا رحت في 7 وفي 8 وفي 9. طب دول بروح لهم امتى واحتاجهم امتى؟ انا المفروض لما اوصل لفي 5 وفي 6 يكون انا وصلت للماكسيمم اوف ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا ليفت فينتريكل وبقت عندي الاي سي جي في 4 في الحكايه دي مونوفيزيك ار واضحه جدا. طب لو وصلت لحد في 6 ولقيت الار اس ريشيو دي لسه 1:1 او اقل يبقى في روتيشن اوف ذا هارت عاوز اسجل الالكتريكال اكتيفيتي بتاعه الليفت فينتريكل يبقى ممكن اكمل في 7 و8 و9 على اقدر اشوف الليفت فينتريكولار اكتيفيتي اخبارها ايه. طيب بعض العيانين عندهم انفيرو لاترال مايوكارديال انفارشن او عندهم انتيرو لاترال مايوكارديال انفارشن والتشنجز بتاعتي وصلت لحد في 5 وفي 6 او في 6 بس. طب ما اكمل لفي 7 وفي 8 وفي 9 اشوف الاكستنت اوف انفارشن ايه في التشست ليدز دول الاضافيين. يبقى انا عندي ستاندرد 12 لكن الستاندرد 12 دول ممكن يزيدوا والزياده دي هتبقى معتمده على انا تشخيص للمريض ايه وايه المعلومات اللي انا عاوز اخدها من الاي سي جي. طيب انا عندي ال 12 ليدز دول بقى عندي 6 ستاندرد ليدز. ال 6 ستاندرد ليدز دول اللي هم ليد 1 و 2 و 3 واي في ار واي في ال واي في اف. عندي ليد 1 ده باي بولر ليد وليد 2 باي بولر وليد 3 باي بولر. باي بولر يعني ايه؟ يعني ليد 1 ده بيقيس لي محصله الالكتريكال اكتيفيتي الفرق بين بين الليفت اترال اكتيفيتي والرايت الليفت ارم اكتيفيتي والرايت ارم اكتيفيتي. يعني انا عندي الباي بولر which is ليد 1 بيقيس لي فرق الجهد بين الليفت ارم والرايت ارم. ليد 2 الفرق الجهد بين الرايت ارم والليفت فوت. ليد 3 فرق الجهد بين الليفت ليج والليفت ارم. طيب امال الرايت ارم ما جاش ليه؟ ما احنا بنوصل لاربعه رجلين. الرايت ليج ما جاش ليه وانا بوصل بالاثنين في الرجلين واثنين في الايدين؟ لان الرايت ليج ده بيتعمل كارضي للجهاز لكن الكتريكال اكتيفيتي انا باخد دي اسمها الانثوفنز تراينجل. انا باخد الليفت ارم والرايت ارم والليفت ليج والالكتريكال اكتيفيتي. طب اي في ار AVR بتسجل لي محصلة الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت ات ذا رايت ارم ليفل. اللي AVL يبقى اللي هي الاوجمنتد ليفت كاردياك اكتيفيتي ات ذا ليفت ارم ليفل. AVF
بتقول لي ايه محصله الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا مايوكارديوم على عند الليفت ليج او الليفت فوت، وليد 1 و2 و3 هو فرق الجهد بين نقطتين عشان كده اسمهم باي بولر، وال1 و2 و3 اما اي في ار واي في ال واي في اف اللي بتقيس لي محصله الجهد عند نقطه معينه فاسمها يوني بولر ليدز. طيب التشست ليدز بقى اللي هي في 1 و2 و3 و4 و5 و6 بتقيس ايه؟ بتقيس محصله الجهد عند نقطه معينه وعشان كده اسمها يوني بولر ليدز الاخرى. يبقى كل اليوني بولر ليدز دول عباره عن ايه؟ عن الاي في ارم والاي في ار واي في ال واي في اف اللي بتقيس محصله الالكتريكال اكتيفيتي عند الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج. و6 تشيس ليدز من في 1 لفي 6 لانها بتقيس محصله الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت ات سيرتين بوينتس. باي بولر ليدز اللي هم ليد 1 اند 2 اند 3 اللي هي بتقيس فرق الجهد بين نقطتين من النقط اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى لما اقول الاي في ار هي محصله الالكتريكال اكتيفيتي عند الرايت ارم، اي في ال عند الليفت ارم، اي في اف عند الليفت فوت، والفرق بين دول الاثنين بين الاي في ار واي في ال هو ليد 1، بين اي في ار واي في اف هو ليد 2، بين اي في اف واي في ال هو ليد 3، وبعدين عندي 6 تشيست ليدز من في 1 لفي 6 والكونفيجريشن بتاعهم مختلف اكوردنج للالكتريكال اكتيفيتي او اكتيفيشن اوف ذا هارت وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. طيب انا عندي الايزو الكتريك لاين اهو، في ويفز بيلو ذا ايزو الكتريك لاين اسمها نيجاتيف ويفز، وفي ويفز بيلو ذا ايزو الكتريك لاين زي دول كده اباف الايزو الكتريك لاين اسمهم بوزيتيف ويفز. النيجاتيف والبوزيتيف دول بيجوا ليه؟ بيترسموا ازاي؟ ايه اللي بيخلي الويف بوزيتيف وايه اللي بيخلي الويف نيجاتيف؟ ادي البوزيتيف ويف اباف ذا ايزو الكتريك لاين وادي النيجاتيف ويف بيلو ذا ايزو الكتريك لاين. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بوزيتيف ويف اف اللي هي بتبقى above the isoelectric line if the electrical activity of the heart is transmitted towards the electrode position. While negative waves means electrode position away from the direction of the spread of the excitation wave. طب لو كانت النقطة محددة عندي والwaves راحت لها وبعدين غادرتها وراحت، يعني راح في الاتجاه في اتجاهها الاول وبعدين بعدت عنها، ايه اللي بيحصل؟ يحصل لي باي فيزيك ويف، والباي فيزيك دي ويف يعني جزء اباف ذا لاين ذا ايزو الكتريك لاين وويف وجزء بيلو ذا ايزو الكتريك لاين، لو الاثنين اللي اباف واللي بيلو قد بعض يبقى اسمها ايكوي فيزيك كومبلكس. يبقى نقولها تاني، اف ذا الكتريكال اكتيفيتي از جوينج تووردز the electrode position يرسم لي هنا positive wave. If the electrode position اللي هو ده جاي ال position بتاعي ده الالكترود position بتاعي هنا والويف مشالي away from the position of the electrode في هذا الاتجاه ترسم لي negative wave اللي هي below the isoelectric line. طب ناخدها بقى بتفصيل اكتر. لما يحصل لي سيبتال اكتيفيشن، احنا اتفقنا ان سيبتال اكتيفيشن ده بيجي من ليفت تو رايت. طب انا في 1 دي محطوطه على الرايت بوردر اوف ذا هارت هنا، يعني السيبتال اكتيفيشن ده جاي ناحيه في 1 ولا لا؟ جاي ناحيه يديني بوزيتيف ويف. طب هو بالنسبه لفي 6 اواي فروم في 6 عشان كده يديني هنا نيجاتيف ويف. يبقى الانيشيشن اوف ذا كيو ار اس كومبلكس في التشيست ليدز بيبدا بالشكل ده. اولا stimulation of the system from left to right يعمل لي small r wave هنا small s wave في v6. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ يحصل activation of both ventricles at the same time. ال rv activation يجي لي الناحيه دي بعد septum وال left ventricular activation يجي لي الناحيه دي، الاثنين حاصلين simultaneously، لكن بما ان ال left ventricular mass اكبر يبقى محصله دول الاثنين هتبقى من ناحيه الشمال. ناحية الشمال يعني ايه؟ يعني away from V1 ترسم لي نيجاتيف ويف هنا، وهي ناحية الشمال هنا يعني ايه؟ يعني towards V6 يبقى ترسم لي positive wave هنا. يبقى النورمال الكترود النورمال QRS complex بتاعي في الـ chest leads يبدأ بسمول r
في في 1 فولود باي ديب اس، السمول ار دي سيبتال اكتيفيشن، والاس دي فينتريكولار اكتيفيشن، وبعدين اكتيفيشن بقى للمايوكارديوم اللي المحصله بتاعته بتبقى في صالح الليفت فينتريكل لان هو له الماس الاكبر. تعمل لي اواي فروم في 1 تعمل لي اس ويف هنا، توورد في 6 تعمل لي ار ويف هنا. وبعدين بعد كده في الاخر خالص يحصل لي اكتيفيشن ريبولاريزيشن، وعشان كده الريبولاريزيشن يرسم لي التي ويف. التي ويف تبقى انفيرتد في في 1 واحيانا تبقى فلات واحيانا تبقى ابرايت، لكن في 6 لازم بتبقى ابرايت في كل البوزيشن. وعرفنا ليه دي جت بوزيتيف وليه دي جت نيجاتيف، لان دي تووردز تووردز الاكسيتيشن ويف ودي بلوز اكسيتيشن ويف. طيب نيجي بقى نقول وات از امبليتيود اوف ذا ويف. الامبليتيود اوف اي ويف من دول هو الفيرتيكال لينث اوف ذا ويف ان مليمتر او ملي فولت. يعني ايه؟ يعني الويف دي لما اجي اقيسها من فوق لتحت كده يبقى دي الامبليتيود بتاعت، والويف دي لما اجي اقيسها من فوق لتحت كده يبقى دي الامبليتيود بتاعت. واضح ان الامبليتيود اوف ذيس ويف از بيجر ذان ذا امبليتيود اوف ذيس ويف، والامبليتيود اوف ذيس ويف اللي هو الفيرتيكال ديستانس دي اكبر من الامبليتيود بتاع الويف دي لانه اكبر منها لتحت، والامبليتيود بتاع الويف دي اكبر من الامبليتيود بتاع الويف دي لان هي الفيرتيكال ديستانس بتاعتها اكبر من الثانيه، وهنتكلم عنها بعد شويه ونقول احنا بنقيسها ازاي والرول بتاعها ايه في التشيمبر هايبرتروفي. يبقى الامبليتيود اوف اني ويف از ا فيرتيكال لينث اوف اني ويف من اول ما بدات لحد ما انتهت، ودي بنقيسها بالسمول سكويرز، وكل سمول سكوير بيساوي 1/10 ملي فولت. طيب مال اقيسها ازاي بقى؟ في هنا انا باخد اول حاجه الستاندردايزيشن بتاعي، ولو ما كانش ده موجود في الاي سي جي بتاعتي يبقى انا غلطان وما اقدرش اعمل انتربريتيشن كويس. ده معناه ان انا عامل ستاندردايزيشن، يعني ايه؟ يعني انا كل ما ادوس على الزرار اللي هو قوته 1 ملي فولت يديني 10 مليمتر ديفليكشن. ده الستاندرد بتاعي ولازم اخده في كل اي سي جي. ممكن اكبر الستاندرد ده شويه، ممكن اعمل ماجنيفيكيشن لو كانت الويفز صغيره اخليها دبل، ان انا لما ادي 1 ملي فولت يديني 20 مليمتر ريفليكشن، عشان لو كانت الامبليتود اوف ذا ويف كبير قوي وخارج بره الاي سي جي بيبر اقدر اصغره، او لو صغير اقدر اكبره. طب لو صغير وعاوز اكبره اعمل ايه؟ اعمل دبل ستاندردايزيشن، يعني كل 1 ملي فولت يديني 20 مليمتر ديفليكشن. طب لو كبير وخارج بره البيبر دي وعاوز اشوفه يبقى اخد هاف ستاندردايزيشن. هاف ستاندردايزيشن يعني ايه؟ يعني كل 1 ملي فولت يديني اونلي 5 مليمتر ديفليكشن، علشان اجيب الكيو ار اس كومبلكس اللي هيخرج لي بره البيبر وذين ذا بيبر، واقدر احسب الامبليتيود بتاعته كويس. وعشان كده الستاندردايزيشن ده لازم يبقى انا عارفه. طيب ايه الديوريشن اوف ذا ويف بقى؟ الديوريشن اوف ذا ويف بتاعتي هي عباره عن الهوريزونتال ديستانس، ودي بتقيس تايم. وبتقيس تايم يعني ايه؟ يعني ذا ديوريشن ات تيكس انتل اني كومبلكس از كومبليتد. طب ودي لها قاعده ولها رول؟ طبعا لها قاعده ولها رول، لان بمشي البيبر بتاعت الاي سي جي الستاندرد بتاعي بيمشي لي 25 مليمتر بير سكند، يعني يقطع كل مربع صغير في 4/100 من الثانيه، يعني يقطع كل مربع كبير في 2/10 من الثانيه. يبقى ايه اللي بيحصل بقى؟ لو انا ممشي الباكره بتاعتي الاي سي جي، المسافه من المربع ده للمربع الكبير ده البولد دوت كده تاخد 2/10 من الثانيه، لكن المربع الصغير ده ياخد 4/100 من الثانيه. دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو اي ويف عندي بدات وانتهت وخدت مربعين اتنين صغيرين، معناها انها الديوريشن اوف ذيس ويف 8/100 من الثانيه. طب لو عندي سيجمنت وخدت اربع مربعات 4 × 4 يبقى 16% من الثانيه الديوريشن بتاعتها، وهستفيد منها في الكالكوليشن اوف ذا هارت ريت بعد كده. طيب يبقى البيبر سبيد والكاليبريشن. البيبر سبيد معناه ايه؟ الستاندرد ان انا الاي سي جي بيبر بتاعت الجهاز بتمشى 25 مليمتر بير سكند.
طب لو انا عندي تاكي كارديا سريعه قوي 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 ومانيش قادر اقيس الانترفلز بتاعتي والديوريشن بتاع الكي ار اس كومبلكس والبي ار انترفل مش قادر اقيس، اعمل ايه؟ ازود سرعه البيبر بتاعتي تبقى 50 ملم بير سكند، والسرعه دي لما تزيد عندي دلوقتي هبقى انا عارف ان كل مربع صغير بيبقى 8 من 100 من الثانيه، ولما اخد خمس مربعات يبقى 10 مربعات، يبقى انا وصلت في العشر مربعات دول 2 من 10 من الثانيه. الكاليبريشن بتاعي الاوتوماتيك يبقى ال 25 ملم بير سكند، ده السبيد بتاعه البيبر، وكل 1 ملي فولت يديني 10 ملم ديفليكشن في الامبليتيود، يبقى انا عرفت الديوريشن الديوريشن بتاع اي ويف في السبيد بتاع البيبر، وعندي الكاليبريشن بتاعي كل 1 ملي فولت يدينا 10 ملم ديفليكشن عشان اقيس بيه الامبليتود. كل السبيد والفولتج والامبليتود والستاندرديزيشن ممكن اغيره من الستاندرد حسب الحاجه بتاعتي انا عاوز اعمل ايه. عايز اعمل ايه يعني ايه؟ يعني لازم ابقى فاهم ان الفيرتيكال اكسس هو فولتج، ولما اجي احسب اي فولتج لاي اي كومبلكس كل سمول بوكس يساوي 1 ملي متر يعني يساوي 1 من 10 ملي فولت، والهوريزونتال اكسس بتاعي بيقيس تايم. بيقيس تايم يعني ايه؟ يعني كل سمول بوكس يساوي 1 ملي متر يساوي 4 من 100 من الثانيه، كل خمس مربع او كل خمس مربعات صغيرين بيبقوا 2 اللي هو واحد مربع كبير يساوي 2 من 10 من الثانيه. طيب كل البيبر بتاعتي متقسمه ان كل في كل خمس لاين او كل خمسه بوكسز بيبقى في حته بولد كبيره فيهم، والهوريزونتال اكسس بتاعي كل 3 ثواني، ناخد بالنا من الحكايه دي، كل 3 ثواني بيبقى في مارك. يبقى لو انا عاوز اقيس الهارت ريت بتاعي في الحاله دي، انا عارف ان كل 3 ثواني في علامه، هشوف في علامتين 2 يعني 6 ثواني في كم هارت بيت، اضربهم في 10 هيبقى 6 ثواني، يعني اضربهم في 10 يبقى عدد، يبقى ده الهارت ريت بتاعي في الدقيقه من البيبر بتاعتي. دلوقتي سمعنا اول جزء من البرنسبلز اوف ذا اي سي جي بارت 1، عايزين نسمعه تاني ونحفظه قبل ما ندخل في بارت 2، لان بارت 2 هيبقى مبني على بارت 1. ان شاء الله يكون فتحنا الموضوع بطريقه مشجعه، وان شاء الله نلاقي بارت 2 مور هيلبفول اند مور يوسفول ان شاء الله.